على مدى السنوات الخمسين الماضية، أحرزت البشرية قفزات عالية في مجال التقدم التكنولوجي والاكتشافات العلمية. لقد تجاوزنا باكتشافاتنا حدود نظامنا الشمسي، صنعنا آلات يمكنها التعلم، سخرنا قوة الشمس، وأعدنا بناء الحياة من الصفر. لقد أصبحنا قوة تنافس الطبيعة. إنها فترة لا مثيل لها في التاريخ. لقد غيرت المساعي البشرية كل شيء تقريبا، بدءا من الطريقة التي نعيش ونعمل بها وصولا للعمليات الطبيعية على الأرض. وبينما نتسابق نحو المستقبل، علينا أن نختبر تداعيات رحلتنا. قبل 50 عاما أطلقت أزمة نفطية ثورة في الطاقة. أصبح النفط باهظ الثمن، وأصبح أي بديل أرخص منه. حدد العالم مساراً للتخلص من العادة المكلفة المتمثلة في حرق الوقود الأحفوري. كانت نقطة أساسية في إيقاظ الوعي لدى الجمهور. في ظل التهديد الجديد الملح المتمثل في تغير المناخ، تسارعت الرغبة في إطلاق العنان لطاقة الشمس والأرض والرياح في سباق من أجل استمرارية البشرية. لقد كان هذا تغييراً تحولياً مذهلاً للمجتمع، لكن هل حدث ذلك بالسرعة الكافية لضمان أمن مستقبلنا؟ في بداية السبعينيات كان العالم الغربي متغافلاً تماماً عن إمكانية تعرضه لأزمة في الطاقة. كان الوقود الأحفوري المحرك الأساسي للاقتصاد الحديث، السيارات ومركبات النقل والتجارات العالمية. إذن كان العالم يعتمد بشكل كامل على الوقود الأحفوري حتى بداية أزمة النفط عام 73. كانت رخيصة، لا تنفد أبداً. لقد غذت اقتصادنا وغذت أوقات فراغنا وأنماط حياتنا، ورسمت معالم خططنا المتحضرة والعصرية، وفجأة لم نعد نسلم بها. في أكتوبر 1973 استيقظ العالم الغربي على صدمة نفطية، فلم يعد مصدر الطاقة الأكثر انتشاراً هذا رخيصاً ومتوفراً بسهولة. إذن الصدمة النفطية كانت فعلاً سياسياً من قبل الدول العربية الأعضاء في منظمة أوبك، الدول المصدرة للنفط، وكانت تحتج على دعم الغرب لإسرائيل خلال حرب أكتوبر، وشرعوا يفرضون حظراً على بعض الدول الرئيسية المشاركة. إذن بالنسبة لهولندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ارتفع السعر بنحو 70% مقارنة بالآخرين. كان الأثر الناجم عن أزمة النفط فورياً ومفصلياً. بالنسبة للولايات المتحدة التي اعتادت على أسلوب حياة يسرف في استهلاك الغاز، كان ذلك بمثابة تحول رئيسي. من الواضح أن الأمة ستعاني من نقص في الوقود هذا الشتاء، وربما خلال السنوات القليلة المقبلة. إذن تضاعف سعر النفط 4 مرات بين عشية وضحاها نتيجة لهذا الحظر. لقد تدخلت الحكومة على الفور في محاولة لترشيد استهلاك النفط، واتخذت تدابير للحفاظ على الاقتصاد القائم على الوقود. للمرة الأولى بدأت حكومة الولايات المتحدة بتوجيهات كبيرة بغية الحفاظ على الطاقة. تمس أزمة الطاقة الآن حياة الملايين من الأمريكيين، وكما يواجه الناس في هذا البلد هذه الأزمة، حان الوقت الآن لحكومتكم الحكومة الفيدرالية للقيام بدورها من خلال سن التشريعات. تم فرض حد للسرعة على مستوى البلاد يبلغ 55 ميلاً في الساعة للحفاظ على الوقود، كما قامت الولايات المختلفة بإجراءاتها الصارمة لترشيد الاستهلاك. حظرت ولاية أوريغون استخدام الإضاءة في عيد الميلاد، وألغت ولاية ألاسكا نصف مواقف السيارات الخاصة، ولا يمكن للوحة المرخصة ذات الأرقام الفردية القيادة إلا في الأيام الفردية. في هولندا والدنمارك اتبع السكان نهج أيام الأحد الخالية من السيارات والتزلج على الجليد وركوب الخيل والدراجات على الطرق السريعة الرئيسية. لقد ترك ذلك انطباعاً دائماً على نظام النقل، إذ أصبح ينظر إلى ركوب الدراجات كخيار قابل للتطبيق للتنقل، لكنها لم تكن نزهة في الحديقة بالنسبة لدول شمال أوروبا التي كانت تعتمد بشكل شبه حصري على النفط للتدفئة. وطبقت بعض البلدان أحكاماً بالسجن لمن استخدموا أكثر من حصصهم من الكهرباء. كان رئيس وزراء المملكة المتحدة يشجع الناس على تدفئة غرفة واحدة فقط في منازلهم لترشيد الكهرباء والطاقة.
انتهت أزمة النفط الأولى بعد 6 أشهر من بدايتها، لكن إرثها كان عبارة عن موجة جديدة من ابتكار الطاقة، الابتكار الذي سيكون حاسماً في السنوات المقبلة. كان هناك بالفعل درسان تم الخروج بهما، أحدهما أن اقتصادنا هش جداً، بمعنى آخر أنه يعتمد بشكل كبير على عدد قليل من البلدان التي تصدر النفط، ولكننا أيضاً قمنا بعمل سيء جداً فيما يتعلق بالابتكار. لم نبدأ حتى في استكشاف هذه القصة المعيارية التي أصبحت معتمدة في معظم بلاد العالم، والتي هي إذا استثمرت ذكاءك في الطاقة يمكنك تقليل التكاليف بشكل كبير. كانت صدمات النفط في السبعينيات مثيرة، حيث حفزت أذهان العاملين في مجال الطاقة، بخاصة فيما يتعلق بالاستخدام الفعال للطاقة. لقد كانت بمثابة صدمة واحدة للنظام أثرت بطريقة إيجابية. على مدى عقود، أدى الاتجاه الجديد نحو الاستخدام الفعال للطاقة إلى العديد من التغييرات، بما في ذلك كيفية إعادة تصميم بناء المنازل. قبل هذه الأزمة، كانت منازلنا تفتقر إلى الكفاءة في استخدام الطاقة، وكانت النوافذ منفردة والأبواب مرتفعة، ولا يتوفر الكثير من العزل إلا إذا كنا في ظروف مناخية تتطلب ذلك. استخدام الزجاج المزدوج، الزجاج الثلاثي، الزجاج المعزول بالغاز الخامل، كفاءة البناء، طرق العزل وما إلى ذلك. أضف إلى ذلك التحسين في فعالية وكفاءة المضخات الحرارية وأنظمة التكييف وأنظمة الماء الساخن، لذلك نحن نتحدث عن تغيير ثوري. كانت هناك أيضاً أفكار إبداعية حول الإضاءة. في عام 1976 تم اختراع المصباح الفلوري اللولبي، وهو مصباح موفر للطاقة يمكن استخدامه في المباني السكنية. استغرقت فكرة استبدال مصباح توماس أديسون المتوهج عقوداً، لكن في النهاية أدرك الناس أن المصباح الكهربائي هو في الواقع سخان فراغي وغير فعال جداً، إذ إن 10% من الطاقة يستفاد منها على شكل ضوء. أدى ذلك إلى إعادة التفكير جذرياً، والتي تم استبدالها في النهاية من خلال المصابيح الفلورية المدمجة، أو ما تسمى المصابيح الملتوية، التي توفر 60 أو 70%، ثم مصابيح الـLED التي يمكن أن توفر أكثر من 90%، ويمكن أن تدوم 10 مرات أكثر من المصابيح المتوهجة، وهذا لا يوفر مبالغ ضخمة من المال وحسب، بل يفعل أشياء لم يستطع الضوء فعلها من قبل. كان التحرك نحو كفاءة الطاقة مقترناً بالرغبة في إيجاد مصادر جديدة كلياً للطاقة. بدأت دول مثل فرنسا على سبيل المثال وأوروبا في بناء طاقة نووية ضخمة. إن 80% من توليد الكهرباء في فرنسا يتم عن طريق محطات الطاقة النووية. في الولايات المتحدة أطلق نيكسون ما يسمى مشروع الاستقلال، وهو التزام بالاستقلال التام عن مصادر الطاقة الأجنبية في غضون عقد من الزمن. الحاجة ماسة لهذا التشريع لمواجهة الأزمة الحالية، وللتأكيد على أن الولايات المتحدة يمكنها أن تكتفي ذاتياً من ناحية الطاقة بحلول العام 1980، ولن نعتمد على أي دولة أخرى لتأمين مستلزماتنا من الطاقة. على الرغم من فشل الولايات المتحدة في أن تصبح مستقلة في مجال الطاقة، شجعت المبادرة على التوسع في الموارد الأخرى مثل احتياطيات الغاز الطبيعي. حتى شركات النفط التي تشعر بالقلق على مستقبلها دفعت إلى الأمام ببدائلها الخاصة لكسب المال. شركة إكسون، إحدى أكبر شركات النفط في العالم، التي بذلت لاحقاً جهوداً كبيرة لتشويه سمعة علوم تغير المناخ، حصلت على براءة اختراع لأول بطارية ليثيوم أيونية قابلة لإعادة الشحن في العالم عام 1976. كان أيون الليثيوم طفرة هائلة، وأعطى العالم بطاريات مضغوطة جداً. إنها بطاريات ذات كثافة طاقة عالية ووزن منخفض بشكل معقول. سمح لنا ذلك بامتلاك أجهزة الآيفون وأجهزة كمبيوتر محمولة وجميع الأشياء التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية. إذن كان هناك تحول لمجتمعنا. تلقت تقنيات الطاقة المتجددة حصة كبيرة في تمويل البحوث في السبعينيات. في العام الذي أعقب صدمة النفط، بدأ عالم شاب يدعى مارتن جرين أبحاثه الرائدة في مجال الطاقة الشمسية. عندما توظفت في جامعة نيو ساوث ويلز في عام 76، بدأت العمل على برنامج الطاقة الكهروضوئية. كانت نتيجة مباشرة لصدمة النفط.
لم تكن الخلايا الشمسية اختراعاً جديداً، ولكن في ذلك الوقت كانت أسعارها باهظة جداً. كان ينظر إليها على أنها تقنية ذات إمكانات كبيرة. استخدمت هذه الخلايا في المركبات الفضائية منذ عام 58، ثم في أوائل السبعينيات بدأ الناس يفكرون بجدية فيما يجب أن نفعله حيالها من حيث التكلفة، حتى يتمكنوا من استخدامها على أرض الواقع. أصبح المختبر الذي أسسه مارتن في أستراليا أحد مجمعات أبحاث الخلايا الشمسية الرائدة في العالم. حصلنا على أول رقم قياسي لنا في العام 83، كان ذلك عندما صنعنا أول خلية فعالة بنسبة 18%، ثم زدناها تدريجياً حتى وصلنا إلى 25% في عام 2008، وحققنا الرقم القياسي 30%. بينما كان مختبر مارتن يمضي قدماً في أبحاثه، قرر مغامر من الدنمارك يدعى هانز ثورستروب أنه سيظهر للعالم ما يمكن تحقيقه من قوة أشعة الشمس. إنها أول رحلة طويلة في العالم باستخدام الطاقة الشمسية، والفكرة هي إجراء مزيد من البحث حول ما يمكن أن يكون وسيلة نقل في المستقبل. في عام 1980 قاد أكثر من 4000 كيلومتر من بيرث إلى سيدني في مركبة غريبة المظهر تسمى كوايت أتشيفر، كانت أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية تعبر القارة. ذهب عبر أستراليا في شيء يشبه إلى حد ما حوض الاستحمام مع لوح شمسي فوقه. خلال تلك الرحلة كانت لديه فكرة تنظيم هذا السباق بغرض الدعاية للمركبات الشمسية والكهربائية أيضاً، وقد كان ناجحاً جداً. بعد 5 سنوات في عام 1987 شجع هانز الآخرين على الانضمام وإطلاق التحدي العالمي للطاقة الشمسية، وشارك في السباق الأولي 23 متنافساً من أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا. التحدي العالمي للطاقة الشمسية يمتد 3000 كيلومتر عبر أكثر الطرق الخالية في أستراليا. لم يحدث هذا من قبل، لذا لا توقعات. مع زيادة حجمه كل عام، أدى السباق إلى الاهتمام البحثي الجاد بالسيارات الكهربائية. شاركت هوندا بسيارات كهربائية في هذا السباق، وشركات أخرى مثل تويوتا وحتى جنرال موتورز. لقد طوروا الكثير من الأفكار حول السيارات الكهربائية من خلال هذا السباق. عندما أصبحت الحكومات أكثر قلقاً بشأن اعتمادها على النفط، ظهر أيضاً وعي عام جديد بموارد الكوكب المحدودة. توحد العلماء وعلماء البيئة وصناع السياسات لتحقيق خطوة جديدة في مجال طاقة نظيفة وصديقة للبيئة. كانت هذه بداية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، استثمر هذا من قبل الدولة والصناعة. أعطت العالم بداية حاسمة لمواجهة تهديد أكبر، لكن لم يتم تقديرها بالكامل. أدى عدد من صدمات التلوث في السبعينيات إلى تزايد القلق بشأن الكوكب والقيود البيئية التي تواجهه. بالطبع الوعي بمشكلة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. على الرغم من أن الأفكار كانت موجودة منذ 100 عام، إلا أن الوعي بذلك جاء فيما بعد. في 23 من يونيو 1988، عندما كانت واشنطن تمر بموجة حارة شديدة، عقدت جلسة استماع تاريخية في مجلس الشيوخ. صرح العالم الكبير في وكالة ناسا الدكتور جيمس هانسون أن الأرض كانت أكثر دفئاً من أي وقت مضى منذ بدء التسجيلات الآلية، وكان واثقاً بنسبة 99% في أن هذا كان بسبب ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري. أظنها نقطة أساسية في إيقاظ وعي الجمهور والسياسيين وسواهم، فقد كان هناك علماء من قبل يحاولون دق ناقوس الخطر بأن ازدياد ثاني أكسيد الكربون وتغير أجزاء أخرى من النظام البيئي سيزعزعان استقرار المناخ. صرح هانسون أن هذا الاحتباس من المحتمل أن يزيد بالفعل من وتيرة الأحداث الجوية القاسية مثل موجات الحر التي تصدرت عناوين الصحف الوطنية. قال بوضوح: أعتقد أنه يمكننا بالفعل رؤيته الآن. يمكننا أن نرى التغيرات في المناخ الآن في الثمانينيات، وبالفعل عندما ننظر إلى الوراء يمكننا أن نشهد المراحل الأولى من تغير المناخ في ذلك الوقت.
خلال 4 سنوات من تصريح هانسن، وقعت كل دولة تقريباً على إطار عمل الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، إن التزامهم بتثبيت تراكيز غازات الاحتباس الحراري عند مستوى معين يؤدي إلى تجنب حدوث اضطرابات مناخية خطيرة، وهذا يعني الابتعاد عن أنواع الوقود الغني بالكربون مثل الفحم والنفط، وهما العنصران الأساسيان في إنتاج الكهرباء والتدفئة والنقل. في ذلك الوقت، كان أقل من 3% من طاقة العالم تأتي من تكنولوجيا الانبعاث الصفري المتجددة، وبشكل أساسي من مشاريع الطاقة الكهرومائية. كانت نسبة الطاقة الشمسية والرياح ضئيلة ضمن هذا المزيج من المصادر. انطلقت صناعة مولدات الطاقة الرياحية فعلياً في الثمانينيات والتسعينيات، ونمت بمعدل 10% أو نحو ذلك سنوياً. بدأت مزارع الرياح على نطاق واسع تظهر في جميع أنحاء العالم، وكانت الدنمارك في طليعة هذه الدول. في عام 1991 أدخلت ألمانيا نظام تعرفة تغذية لمنتجي الطاقة المتجددة، ما منحهم الحافز لإعادة بيع الطاقة النظيفة إلى الشبكة. بحلول عام 2019 كانوا يولدون ما يقارب نصف إجمالي الكهرباء لديهم من مصادر الطاقة المتجددة، وبشكل رئيسي من التوربينات الرياحية. إن وجود بلد يحتوي على مزارع رياح جيدة سيوفر للمزارع دخلاً ثانياً رائعاً، ويمكن أن يحقق هذا الدخل من العمليات الزراعية. لا يتعلق الأمر بالمال فقط، فنحن نريد أن نصنع مستقبلاً لأطفالنا، ربما هنا في المزرعة. نعم، يمكنك التمتع بنمط حياة جيد هنا. خلال العقدين الماضيين، زادت طاقة الرياح أكثر من 20 ضعفاً، وهي تساهم الآن بأكثر من 4% من الطاقة الكهربائية في العالم. لفترة طويلة كانت الطاقة الشمسية بعيدة عن الساحة، لكن تسارعها في السنوات الأخيرة كان هائلاً. إن الخلايا الكهروضوئية الشمسية تقترب من الرياح الآن من حيث الإنتاج السنوي العالمي للطاقة. إنهما مزيج رائع، لأنه في كثير من الأحيان عندما يكون الجو مشمساً لا يكون عاصفاً، وغالباً عندما يكون الجو عاصفاً يكون غير مشمس. لذا فإن الناتج المشترك من نظام الرياح والنظام الشمسي أكثر استقراراً من ناتج أي منهما على حدة. تعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية الآن أسرع أشكال تكنولوجيا توليد الطاقة نمواً في العالم، وكان مارتن غرين لاعباً أساسياً في هذا التغيير. طورت مختبراته الخلايا الشمسية الخارقة التي تهيمن الآن على السوق العالمية. الهيكل الذي يسيطر على العالم يسمى خلية بير. إنه يحتوي على اختصار طريف إلى حد ما، لذا فهو عالق في الذهن. رسمت أول خلية بيرك في العام 83، لذا فمن المحتمل أن هذا تاريخ اكتشافها. لكننا صنعنا أول خلية ذات كفاءة في العام 88، وقدمنا أول ورقة بحثية إلى العالم الأوسع في العام 89. سمحت خلية بيرك بامتصاص أكبر للضوء، وهي ذات انعكاس داخلي، ما ساعد على زيادة الكفاءة وخفض تكاليف الخلايا الشمسية. تسليط الضوء على خلية شمسية يثير الإلكترونات في المادة وينقلها إلى طاقة أعلى، ونحن نريد هذا لأطول فترة ممكنة. لذلك يجب القيام بأشياء خاصة جداً على السطح لمنعه من العمل، كآلية تسمح لتلك الإلكترونات بالاسترخاء والعودة إلى حالتها الأساسية. لذلك وجدنا طرقاً للقيام بذلك. على الرغم من الاختراق الذي حققته خلية بير، بقيت سنوات عديدة قبل أن تصل إلى السوق. كنت أحد رواد ذلك التطور. بقيت هذه التقنية 25 عاماً قبل أن يتم تداولها من قبل الصناعة في حوالي العام 2012. تم استيعابها سريعاً جداً منذ عام 2012، ولكن في عام 2018 كانت هناك قدرة تصنيعية لخلية بيرك في جميع أنحاء العالم أكثر من أي تقنية أخرى. يمكن أن تشكل خلية بيرك نصف صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على المستوى العالمي، ومن المحتمل أن تصل إلى 30 خلال السنوات المقبلة. بوجود مثل هذا النوع من الإنتاج وانتشاره على نطاق واسع وتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية، انخفض سعر هذه الخلايا بأكثر من 90% خلال عقد من الزمن، وقد ساعد ذلك في الوصول إلى معلم مهم جداً. إلى جانب طاقة الرياح، أصبحت الطاقة الشمسية الآن قادرة على منافسة الوقود الأحفوري.
كثير من البلدان والمدن تحصل الآن على إمدادتها من الكهرباء من خلال اتفاقيات شراء الطاقة، حيث تطالب بمناقصات للشركات التي ترغب في تقديم عروض لتزويد الكهرباء لمدة 20 عاماً. أحدث المناقصات كانت في تشيلي، حيث كانت عروض الطاقة الشمسية أقل بثلاث مرات من عروض قدمت لمحطة تعمل بالوقود الأحفوري. من بين جميع أنواع الوقود الأحفوري، كان الفحم هو الأقل تكلفة مقارنة بمحتواه من الطاقة، ولكنه ينتج معظم الانبعاثات، وحقيقة أن الطاقة المتجددة يمكن أن تضاهيه بسعرها الآن، يعني أن تحويل شبكات الكهرباء يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة. الخبر الجيد أنه لا يزال هناك المزيد في المستقبل، فالخلايا ستصبح أرخص، فقد انخفضت في العام الماضي بنسبة 30%، ومن المحتمل أن تنخفض هذا العام بنسبة 10 أو 20%. في أستراليا، 100% من الجيل الجديد المنتشر يعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولا يوجد استخدام إضافي للغاز أو الفحم. على المستوى العالمي، فإن تكنولوجيا الجيل الجديد الأكثر انتشاراً هي الخلايا الكهروضوئية الشمسية، وتحتل الرياح المرتبة الثانية والغاز الثالثة، لكن بفارق متأخر، ويأتي الفحم الرابعة بفارق كبير. ما نراه لاسيما في أستراليا التي تضم أعلى نسبة من الأسر التي تستخدم الخلايا الكهروضوئية على سطحها، بدأنا نرى أشخاصاً يفعلون ذلك بأنفسهم. نرى المجتمعات التي تتعاون معاً وتقوم ببناء أنظمتها الكهروضوئية الخاصة، بما في ذلك الشركات الصغيرة التي تضع الخلايا الكهروضوئية بالتعاون مع الأسر. على الرغم من أن كل هذا يبدو وكأنه أخبار جيدة جداً، إلا أن الأرقام الخاصة بالانبعاثات كانت سيئة جداً، فبدلاً من الانخفاض، استمرت كمية غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي في الارتفاع، ذلك لأن الارتفاع في الطلب العالمي على الطاقة يفوق نمو مصادر الطاقة المتجددة الذي تم تلبية الكثير منه عن طريق النفط والغاز والفحم. اليوم يساهم استخدام الوقود الأحفوري بحوالي 70% من الانبعاثات العالمية، وهذا مصدره ليس فقط التلوث القادم من محطات توليد الطاقة مثل محطات الفحم والنفط، بل أيضاً للبترول الذي نستخدمه في سياراتنا. وبعد ذلك يأتي حوالي 3% من الانبعاثات الناجمة عن تدميرنا للكوكب من خلال تغيير استخدام الأراضي ومن نظامنا الغذائي الغني جداً باللحوم. في هذا الوقت يقف العالم بشكل مؤسف وراء اللعبة المسماة التصدي للتغيير المناخي. يهيمن على بقية العالم حالياً أكبر بواعث الغازات في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومع ذلك فإن النسبة الأكبر من سكان العالم وأكبر إمكانات نمو في الانبعاثات تقع بالطبع حول خط الاستواء، حيث توجد جميع البلدان النامية. في الهند، وهي أيضاً واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات، 200 مليون شخصاً تقريباً لا يحصلون على الكهرباء بشكل منتظم. تتمتع البلاد بأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتتم تلبية معظم احتياجاتها من الطاقة عن طريق الفحم والنفط، لكن هذا يتغير بسرعة بدفعة كبيرة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأعتقد أن أي شخص يفتح منجماً جديداً للفحم مستهدفاً سوق الفحم الهندي سينهار. مع وجود حوافز اقتصادية جديدة، من الممكن أن تتخطى البلدان النامية الأخرى مرحلة الوقود الأحفوري بشكل كامل. لهذه البلدان خيار، يمكنها اتباع مسار الوقود الأحفوري ثم الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بعد أن انتهى عصر الوقود الأحفوري لديها. أظنهم سيتجهون إلى مصادر الطاقة المتجددة أثناء تطوير اقتصادهم. معظم التوقعات المستقبلية تشبه المناخ تماماً، فهي ذات منحنى طولي، تتزايد الانبعاثات بشكل مستمر، لكن في الواقع مجتمعاتنا عبارة عن أنظمة معقدة ويمكنها أن تتعرض لتغيرات سريعة. من الممكن أن نصل إلى نقطة تحول نفسية اجتماعية حيث نقول علينا أن نتغير وأن نغير مجتمعاتنا بسرعة. يمكن أن يتغير الطلب الفردي بسرعة ملحوظة، وعندما يتغير الطلب تستجيب الصناعة. الفحم حقاً مثل زيت الحوت، أعني أنها تقنية قديمة عفى عليها الزمن. لدينا بدائل أفضل بكثير، والعالم يسير بهذا الاتجاه. إن الكهرباء بوصفها وقود المستقبل العالمي، مع إمكانية توفير الطاقة للتدفئة والصناعة والنقل،
تتطلب الكثير من القيام به لضمان أمن الشبكة. ستحتاج إلى التعامل مع الأحمال العالية وإنتاج متقلب من الطاقة بالتوازي مع الارتفاع الهائل في الطلب. إذن ما نحتاجه لإنشاء نظام كهرباء متجدد مستقر بنسبة 100% هو إدارة الطلب والتخزين وخطوط نقل الجهد العالي بين الولايات. السبب وراء خطوط النقل هو أنها تعمل على تلطيف الطقس المحلي، بحيث يتم تعويض الطقس السيء هنا عن طريق الطقس الجيد في مكان آخر. خلال عقد واحد قفزت جنوب أستراليا من 15% فقط من توفير الكهرباء المتجددة إلى أكثر من 50%، ولم يكن ذلك خالياً من عواقب. في سبتمبر عام 2016 دمرت عاصفة شديدة البنية التحتية للكهرباء وأغرقت الدولة في الظلام. تم إلقاء اللوم على مزارع الرياح في سلسلة من حالات فشل الشبكة، حيث إن آليات الحماية الشديدة الحساسية الخاصة بها غير قادرة على التعامل مع الانخفاضات المفاجئة في الجهد. مع تزايد التقلبات في الجدل حول مصادر الطاقة المتجددة، أخذ مدير شركة تسلا إيلون ماسك الأمر على عاتقه، ووعد بإمكانية إصلاح مشكلة الشبكة في جنوب أستراليا في غضون 100 يوم من خلال بناء أكبر بطارية ليثيوم أيونية في العالم. إذن إنها أقوى ب3 مرات من أكبر محطة بطاريات في العالم. تم تشغيلها عام 2017. في غضون بضعة أشهر من تشغيل تلك البطارية، تبين بشكل واضح أن البطارية كانت أفضل بكثير من الأساليب الحالية المتبعة للتعامل مع تقلبات الطاقة قصيرة المدى، والتي كانت عبارة عن أنظمة غازية وأنظمة مماثلة تعتمد على الوقود الأحفوري. لذلك فإن البطاريات قادرة على التعامل مع الثغرات التي تقل عن ثانية، وأيضاً من 15 دقيقة إلى 50 دقيقة على المدى القصير. أثبتت البطارية جدواها خلال العام الأول من تشغيلها، إذ وفرت $40 مليون من تكاليف تثبيت الشبكة، ما ساعد على منع انقطاع التيار الكهربائي وخفض أسعار الطاقة. لكن الشمس لا تشرق دائماً، والشيء نفسه بالنسبة للرياح، وللتخزين على المدى الطويل لا تستطيع البطاريات أن تغطي هذه الفجوة. هذه هي الحالة التي يمكن أن تتدخل فيها تقنيات مثل تقنية ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية. إن تقنية ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية عمرها 100 عام، وتمثل 97% من إجمالي تقنيات تخزين الطاقة عالمياً. عندما يكون هناك فائض من الطاقة الشمسية والرياح، فإن التوربينة تعمل للخلف كمضخة، ويتم ضخ المياه من الخزان السفلي إلى العلوي، وعندما يتوقف هبوب الرياح يعود الماء إلى الأسفل عبر الأنبوب عبر التوربين لاستعادة تلك الكهرباء. قام أندرو بليكرز بتحليل المواقع في جميع أنحاء أستراليا، حيث يمكن أن تدعم تقنية ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية الشبكة الكهربائية فيها، وقد حدد 22,000 موقع محتمل. إذا تم استخدام جزء صغير منها فقط، فإنه يستطيع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%، والذي يمكن أن يحدث في غضون 2 من الزمن. علينا أن نفهم أن هذه المواقع ستكون جميعها تقريباً غير معتمدة على وجود نهر، والمياه المستخدمة تدور ضمن دورة مغلقة. إذن هناك قدر ضئيل من فقدان الماء عن طريق التبخر، أي الاستهلاك السنوي للمياه من خلال التبخر هو جزء صغير جداً من المياه المستخرجة للأغراض الزراعية. مع تحول الشبكة إلى شبكة صديقة للبيئة، فهي تواجه ازدياداً سريعاً في الطلب مستقبلاً من الصناعة والمباني والنقل، حيث تعمل جميعها على التزود بمصادر الوقود الخاصة بها بالكهرباء. لتوزيع الحمل، يسعى الباحثون لإيجاد طرق للتوافق بين الطلب والعرض بطريقة مرنة. وهناك إمكانة هائلة في توفير ما نسميها استجابة لجانب الطلب، وهي تغيير الطلب وفق الاستخدامات التقديرية، وهي الاستخدامات التي لا يحتاجها الناس في ذلك الوقت بالذات، كغسل ملابسهم والأطباق وتسخين المياه. تعني استجابة جانب الطلب القدرة على تشغيل أحمال متعددة وإيقافها عبر مئات الآلاف أو ملايين العملاء بطريقة يمكنها إدارة استقرار الشبكة من دون تقليل الخدمة المقدمة للعملاء.
على مدى العقد الماضي، حيث أصبحت الأجهزة والمنازل ذكية ومتصلة بالإنترنت، أصبحت لدى المستهلكين القدرة على لعب دور مهم وفعال في أمن الطاقة. إن إنترنت الأشياء تقنية تمكين فعالة لهذا الغرض. بدأنا نرى مثلاً القدرة على التحكم في الأجهزة، بالطبع يمكن تشغيلها وإيقافها يدوياً، لكن إذا أردنا القيام بذلك عن طريق التحكم عن بعد، سنحتاج إلى إنترنت الأشياء. تعني التكلفة المنخفضة أن يتم من خلال استشعار كل من درجة الحرارة والطلب على الطاقة وتشغيل الأجهزة والتركيبات وإيقافها حسب الرغبة على النحو الذي تحدده الخوارزميات. يمكن إدارة المصادر المنتجة للطاقة اللامركزية عن طريق نظام تحكم واحد أو محطة طاقة افتراضية. لن يقوم النظام فقط بالدمج بين تشغيل الأجهزة وضبط الطلب، ولكن يمكن أيضاً الاستفادة من مصادر تخزين الطاقة مثل البطارية المنزلية من خلال شحنها وتفريغها وفقاً للتقلبات في الأحمال. ستصبح جزءاً لا يتجزأ من الشبكة تماماً، مثل نظام تخزين الماء الساخن، تماماً مثل التبريد المسبق الذي تقوم به مصادر الطاقة الشمسية لتكييف الهواء. سنستطيع دعم الشبكة عن طريق تفريغ البطارية مرة أخرى إلى الشبكة خلال أوقات الذروة. عالمياً هناك نسبة صغيرة فقط من مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالكهرباء، لكن الاستغناء عن المركبات التي تعمل بالبنزين يزداد ارتفاعاً. من المقرر أن تستثمر شركات تصنيع السيارات ما يصل إلى 300 مليار دولار في النماذج الكهربائية خلال العقد المقبل، ويمكن أن توفر البطاريات الضخمة في هذه السيارات واحدة من أكثر أحمال التخزين مرونة على الشبكة. إن أهم ثورة بانتظار الانطلاق هي ثورة السيارة الكهربائية، لذلك سنكون في وضع يكون فيه للناس مركبة متوقفة بالقرب من منزلهم أو عملهم، والتي يمكن أن تشكل في الواقع جزءاً من حل متكامل للشبكة. السيارات في حالة توقف بنسبة 90% من الوقت، هذا يعني أنه يمكن تحسين جداول الشحن الخاصة بها بما يتناسب مع التغيرات في توليد الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفير الطاقة مرة أخرى إلى المنزل عند الحاجة. إذن لدينا فرصة للتحويل والدمج بين قطاعي الطاقة الثابتة والمتنقلة بشكل كامل من خلال تقنيات تحويل مسار الطاقة من الشبكة إلى المركبة أو بالعكس. ينفق الناس حالياً 10,000 دولار لبطارية 15 كيلو وات في الساعة، بينما نوشك أن نرى 40 إلى 80 كيلو وات في الساعة من البطاريات موجودة في مرأب السيارات. لذلك من المنطقي أكثر استخدام البطاريات في السيارة بدلاً من امتلاك بطارية صغيرة قائمة بذاتها في المنزل. في طليعة أنظمة تخزين الطاقة المتجددة، ستكون البطاريات في المرافق والمصانع والسيارات والمكاتب والمنازل، ستكون البطاريات في كل مكان، لكن هذا يمكن أن يخلق مشاكل جديدة مرتبطة بذلك. بحلول عام 2025، من المتوقع أن يزيد الطلب على الليثيوم بأكثر من 5 أضعاف. إذا ذهب كل شيء إلى بطاريات الليثيوم الأيونية، أي أنه إذا كانت لديك سيارات كهربائية ومحطات طاقة في جميع أنحاء العالم، فسنبدأ بمواجهة قيود تتعلق بموارد الإمداد. إذا أصبحت هناك مشكلة في العرض، فسترتفع التكلفة، وهي باهظة الثمن بالفعل. بطاريات الليثيوم لها عيب رئيسي آخر، إذا اشتعلت فيها النيران، يكاد يكون من المستحيل إخمادها، كما أنها تطلق غازات سامة عند الاحتراق. الليثيوم لا يحترق بالأكسجين فقط، ولكن بمجرد احتراقه يمكن أن يتفاعل مع النيتروجين، وهو الجزء غير التفاعلي من الهواء. لذلك كان الباحثون حول العالم يبحثون عن أنظمة بطاريات بديلة لحل هذه المشكلة. بحثنا عن بديل حوالي العام 2015، وأنشأنا شركة جديدة تسمى جيل أيون، أي المواد الهلامية والأيونات. في عام 2015 طور فريق توماس ماشماير بطاريته الرائعة، بطارية كيميائية قديمة الطراز من الزنك والبروم، مع إضافة لمسة جديدة، إذ تستخدم مادة هلامية بدلاً من السائل وتوفر العديد من المزايا مقارنة بالليثيوم. أولاً، لا يمكن أن تشتعل فيها النيران، وهو أمر مهم جداً عندما نستخدمها في المباني وأقبيتها. كيميائياً هي الأنسب لدورة الشحن والتفريغ اليومية، وتصلح البطارية نفسها بنفسها بشكل فعال في هذه العملية، لذلك تبقى فعالة لفترة طويلة. إذا كنت أرغب في إعادة التدوير، يمكنني فقط فتح البطارية وغسل المحلول الكهربائي وإعادة استخدامه، ولا يوجد هدر ولا انبعاثات أو مواد سامة.
على الرغم من أنها أكثر أماناً، لا تزال هناك تحديات، حيث تعد بطاريات الجيل الأيونية أكبر بحوالي 80% من تقنية بطاريات الليثيوم الأيونية من أجل الكمية نفسها من الطاقة المخزنة. هذا يعني أنها ليست مناسبة لجميع الاستخدامات. ليست صالحة بالنسبة لسيارة سباق، لكنها رائعة في تخزين الطاقة الشمسية في المنزل أو على نطاق تجاري أو صناعي أو مؤسساتي. ستكون فعالة جداً في تزويد عمود الإنارة الشمسي بالطاقة. وكون الزنك والبروم عنصرين أكثر وفرة، فإن ذلك يساعد على خفض التكاليف، وهو عامل مهم لتوسيع نطاق التخزين. يتوفر الزنك في جميع أنحاء العالم، ويتم توزيعه بشكل جيد، والبروم موجود بالطبع في مياه البحر، لذا يمكننا الحصول عليه من مياه الصرف الناتجة عن محطات التحلية المليئة بالبروم. بالطبع يمكننا تشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية، لذا فيمكن اعتبارها دورة عمل جيدة وتؤخذ بعين الاعتبار. ستكون أرخص بكثير من أي شيء آخر، نحن نتحدث عن ثلث أو نصف سعر أرخص البطاريات في الوقت الحالي، وسيؤدي ذلك إلى تغيير نموذج الطاقة تماماً، يسمح لنا باستخدام الطاقة وتخزينها بطريقة لا مركزية. ستجعل القرى الصغيرة والبلدات ومراكز التسوق أكثر استقلالية عن الشبكة. كفاءة الطاقة التي كانت أول موجة مثيرة بالفعل لتغير اقتصاد الطاقة لا تزال تمثل الوظيفة الأولى. بغض النظر عن مدى كون مصدرك صديقاً للبيئة، يجب أن تكون فعالاً بشأن استخدامه، أو أنك تهدر المال بالقدر الذي تقلل فيه انبعاثات الكربون. تستضيف سيدني مبنىً مشهوراً عالمياً بتصميمه الصديق للبيئة، وهو سنترال بارك. إنه مصنع قديم أعيد بناؤه كمركز سكني وتجاري ومنافذ بيع بالتجزئة، وله مصنع خاص به لتوليد الكهرباء في الطابق السفلي، وذلك لتجنب الهدر الناتج عن إرسال الطاقة عبر خطوط نقل طويلة. تتعقب المرايا العملاقة الشمس وتعيد توجيه الضوء إلى المستويات الأدنى، لكن الميزة الأكثر لفتاً للنظر هي الجدران الخضراء الحية للمبنى الرئيسي. تعتبر النباتات عنصراً جمالياً بالإضافة إلى عنصر تبريد مهم، لذا فهي تساعد في توفير الكتلة الحرارية للمبنى. إنها تساعد على تبريد المبنى من خلال عملية التبخر التي تقوم بها النباتات نفسها. إنها ميزة جديدة، بدأ الناس يدركون أهمية الأسطح الخضراء والجدران الخضراء. يقوم المبنى بجمع المياه وإعادة تدويرها من مصادر مختلفة، بما في ذلك مياه الأمطار من الأسطح، ومياه الصرف الصحي، ومياه الري، ومياه الشرب. المصنع قادر على إنتاج مليون لتر يومياً. نظراً لحاجتنا للمزيد من المباني والأسفلت والمسارات الخرسانية، فنحتاج إلى تقليل الحمل الحراري وتوفير المساحات الخضراء. إنه جزء من الحل. لذا فإن التركيز الأكبر للبشر على هذا الكوكب هو في المدن، وكلما فكرنا فيها على أنها ليست مشكلة بل فرصة لإعادة تدوير المواد واستخدامها وإعادة استخدام النفايات لتوليد الطاقة والتفكير في الأثر الذي يتركه البشر فيها، تغير تصورنا عن هذه المدن. لذا اعتبرنا المدن أنظمة بيئية للطاقة، ليس فقط من حيث المباني، ولكن من ناحية أنظمة النقل الأكثر فاعلية والتي تربط بين الأبنية من حيث احتياجاتهم. أحد الأبنية بحاجة كبيرة للمياه، بينما يحتاج مبنى آخر إلى الطاقة، بالتالي يتم ربطهما معاً بحيث يمكن أن تصبح جزءاً من هذا النظام البيئي الحضري. من خلال تحقيق اللامركزية في إنتاج الطاقة وتخزينها وتخزين المياه وحتى إنتاج الغذاء، يمكن للمدن تحقيق وفرة كبيرة في الطاقة. تميل الكثير من أبحاثنا إلى الإشارة إلى أنه من المحتمل أن توفر المدن من خلال نظامها الذاتي الذي يؤمن الغذاء والطاقة بمقدار النصف تقريباً. لن تكون هناك ضرورة لنقل كل الطعام والماء والطاقة مسافة عشرات أو مئات الأميال. الآن يمكننا التفكير في الزراعة الحضرية، حيث نزرع النباتات على أسطح المباني غالباً من دون تربة، ونختصر تلك الأميال المقطوعة لإيصال الطعام في هذه العملية. لدينا كل ما نحتاجه لتحقيق أهدافنا، ليس فقط تقليل النمو في الانبعاثات، ولكن في التخلص منها نهائياً. لذا فهي مسألة تحويل أنظمتنا المؤسسية وأنظمتنا السياسية وتغيير قواعد اللعبة لإزالة الحواجز التي تحول دون تنفيذ هذه الأهداف.
قد تتزايد حصة مصادر الطاقة المتجددة بسرعة، ويعتقد الناقدون أنها لا تزال تفتقر إلى القدرة على تلبية متطلباتنا المتزايدة من الطاقة، ويجب أن يكون هناك نوع من مصادر الطاقة منخفضة الكربون ضمن مزيج هذه المصادر، تلك التي توفر طاقة حمل أساسي ثابتة. يجادل بعض الخبراء بأن المرشح الحقيقي الوحيد لهذا الدور هو الطاقة النووية. لقد خرجت الطاقة النووية التجارية التقليدية بالفعل من جهود الحرب العالمية الثانية، وفي الولايات المتحدة كان أول مفاعل تجاري في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وبدأت طفرة في بناء المحطات النووية التي نراها حول العالم اليوم. يتم توليد 11% تقريباً من كهرباء العالم حالياً عن طريق الانشطار النووي. الانشطار النووي هو الانهيار الإشعاعي لنواة العناصر الثقيلة مثل اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم، تطلق كميات كبيرة من الطاقة ولا توجد انبعاثات للكربون منها. على عكس مصادر الطاقة المتجددة، توفر الطاقة النووية طاقة أساسية ثابتة، لكنها تخلف وراءها نفايات مميتة ومشعة. إنها تقنية أثبتت أيضاً أنها صعبة جداً من حيث التكلفة والأداء، في حين أن أفضل المحطات النووية نفسها يمكن أن تكون فعالة جداً لتشغيل النظام النووي. وإذا قمنا بتضمين كل من قضايا التعدين ونهاية العمر الافتراضي لها، نجدها تقنية محفوفة بالمخاطر ومكلفة كثيراً مقارنة بالوافدين الجدد، وهي التقنيات المتجددة. هيمنة الحوادث واسعة النطاق مثل تشيرنوبل وفوكوشيما على الجوانب السلبية حول الطاقة النووية، ومع ذلك تعتبر الأضرار البيئية والوفيات الناجمة عن الطاقة النووية منخفضة مقارنة بتلك الناجمة عن الوقود الأحفوري. تقدر الدراسات أن تلوث الهواء الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري يسبب ملايين الوفيات كل عام من خلال السكتة الدماغية وسرطان الرئة وأمراض القلب، وهذا لا يشمل الخسائر الناجمة عن تغير المناخ. تسعى الأبحاث الحالية لإيجاد طرق ذكية للتغلب على التكاليف والمخاطر المرتبطة بمحطات الطاقة النووية الحالية. هناك عدد من التقنيات الجديدة المثيرة جداً والتي تسمى مفاعلات المعادن السائلة ومفاعلات الملح المصهور والمفاعلات المعيارية الصغيرة التي يمكننا بناء المزيد منها، وبالتالي معرفة المزيد من خلال بناء كل منها. وكل هذه لها دور فيما يسمى بالجيل القادم لإنتاج مفاعلات أرخص وأكثر كفاءة وأمناً وقوة مما لدينا اليوم. على الرغم من التقدم الحاصل، فإن معظم البلدان تبتعد عن الانشطار النووي حيث يتوفر الغاز والطاقة المتجددة الأرخص، لكن الطاقة النووية مصرة على الاستمرار. هناك تقنية أخرى تستعد للانطلاق والتي يمكن أن تحل جميع مشاكل الطاقة في العالم مع القليل من النفايات وتأمين الطاقة القصوى وتوفير الوقود، إنها تقنية الاندماج النووي. هذا خيار تقني يقدم مزايا مثيرة بشكل لا يصدق. سأجادل في أكثر خيارات التكنولوجيا إثارة لأي من أنظمة الطاقة لدينا باستثناء الطاقة الشمسية، والتي في النهاية هي اندماج نووي يحدث على مسافة 93 مليون ميل. الاندماج النووي هو التفاعل الذي يغذي الشمس ويضيء عالمنا. يستخدم العنصر الأكثر شيوعاً في الكون وهو الهيدروجين، بدلاً من تقسيم نواة ثقيلة كما هو الحال في الانشطار النووي. يتضمن الاندماج النووي دمج نواة ذرتين من الهيدروجين تحت حرارة شديدة وضغط لتكوين الهيليوم، وفي هذه العملية يطلق كميات هائلة من الطاقة. إذن بصفتي فيزيائياً بدأت دراستي لأنظمة الطاقة من خلال رؤيتي لكل من الانشطار والاندماج، والانصهار هو الذي أركز عليه مراراً وتكراراً باعتباره فرصة محفزة في الواقع، لأنه الوقود المتاح على نطاق واسع من خلال مياه البحر. التكنولوجيا التي بدت وكأنها على بعد 50 عاماً لن تكون دائماً كذلك، لقد أصبحت الآن تقترب بشكل كبير. إذا تمكنوا من إيجاد طريقة للقيام بذلك، فإن 11 رطلاً فقط من الهيدروجين يمكن أن يولد طاقة تعادل أكثر من 56 ألف برميل من النفط. لكن هناك دعابة معروفة حول الاندماج النووي، وهي أنها مصدر الطاقة في المستقبل،
وستظل كذلك دائما. إن التحديات التكنولوجية اللازمة لتحقيق تفاعل مستدام كبيرة جدا، وحاول العلماء لعقود من الزمن إنجاحها من دون جدوى. إن درجات الحرارة اللازمة لعمل الاندماج مرتفعة كثيرا، أعلى مما نراه على سطح الشمس، في حين أن درجة الحرارة بدت وكأنها مشكلة في البداية للحفاظ على هذا التفاعل، إلا أنها في الواقع مسألة حصر مغناطيسي. تكون درجة الحرارة نفسها شديدة السخونة من أجل حجم صغير جداً، لكن الحفاظ على الكثافة عالية بما يكفي، والتي تحافظ بدورها على درجة حرارة مرتفعة، هو وظيفة هذه القوة المغناطيسية، أو ما يسمى الاندماج بالحصر المغناطيسي. كان الباحثون في مختبر برينستون لفيزياء البلازما في طليعة أبحاث الاندماج منذ عام 1951، إذ قاموا ببناء أول مفاعل اندماج ناجح في الثمانينيات، لكن مثل أي مفاعل آخر تم بناؤه حتى الآن، فإنه يستهلك طاقة أكثر مما ينتج، ولا يمكنه تحمل الاندماج النووي لأكثر من بضع ثوان. مشكلة الاندماج في الوقت الحالي بسيطة جداً، وهذا يعني أننا بحاجة إلى دفع الوقود في البلازما مع تأمين إحكام وضغط مرتفع عليه والمحافظة عليه. في كل مرة تضغط فيها على أحد الجانبين، فإنك تدفع إلى مكان آخر، لذا فإن التحدي يكمن في مغناطيس ذكي وسريع الاستجابة، بحيث عندما تتحرك فقاعة الاندماج يمكن أن يتحرك المجال المغناطيسي أيضاً لإبقائها تحت ضغط كاف للحفاظ على عملية الاندماج. تشير الحسابات إلى أنه إذا قمت بتوسيع نطاق هذه الآلية يمكن أن يستمر الاندماج. لهذا السبب اتحدت 35 دولة لبناء أكبر جهاز اندماج مغناطيسي في العالم من دون التأكد من أنه سيعمل بالفعل. بدأ تشييد المفاعل جنوب فرنسا عام 2010، ومن المحتمل أن يتم تشغيل المفاعل في نهاية عام 2025. إنه مشروع الطاقة الأكثر طموحاً وتكلفة في العالم. إنها جهود بمليارات الدولارات، وهي شراكة دولية لبناء مفاعل واسع النطاق، ولا يوجد أي خطر مطروح سوى خطر المجازفة المالية للحصول على مثل هذه التكنولوجيا. يتكون المفاعل من غرفة على شكل كعكة مستديرة الشكل، حيث يتم تسخين غاز الهيدروجين إلى 150 مليون درجة تحت ضغط شديد، ما ينتج عنه البلازما. في ظل هذه الظروف تندمج ذرات الهيدروجين وتنبعث منها الحرارة التي تلتقطها جدران الغرفة. هذه الحرارة التي يمكن استخدامها لإنتاج البخار والكهرباء. ساهم الآلاف من المهندسين والعلماء من جميع أنحاء العالم في تصميم المفاعل التجريبي الحراري إيتر. أخذت عدد من شركات الاندماج الصغيرة والمثيرة للاهتمام، بدءاً من تلك الشركات الناشئة حتى تلك التي تعد المشتركة والمساهمة مع الجامعات الكبرى والدول، تصل بتقنية الاندماج إلى مرحلة كنت أتمنى بلوغها منذ وقت طويل. سيكون المفاعل التجريبي إيتر، وهو أكثر من 8 أضعاف حجم البلازما، أكبر آلة تعمل اليوم. سيظل المفاعل تجريبياً فقط، ولن ينتج الكهرباء التجارية، ولكن إذا نجح فسيمهد الطريق لمحطات الطاقة الاندماجية المستقبلية، وقد تكون لها فوائد هائلة. على عكس الانشطار، ينتج عن الاندماج عدد قليل جداً من النفايات من حيث الوقود، فنحن نستخدم مياه البحر والهيدروجين باعتباره معظم الوقود. أكبر مشكلة في النفايات وجود مكونات مشعة، وهي خليط من المعادن والسيراميك التي تخرج من مفاعلات الاندماج، لكن حجم النفايات ضئيل مقارنة بالمواد المشعة التي تخرج من عملية الانشطار التي نتعامل معها اليوم. بدأ العلماء الآن يطبقون خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق على مشكلة الاندماج النووي، على أمل تطوير حلول جديدة. إذا كان من الممكن في يوم من الأيام أن يتم تسخير البلازما وتقليل الحجم الذي تشغله بنجاح، فقد توفر طاقة لا يمكن لأي وقود على الأرض أن يضاهيها. وفكرة وجود أنظمة الاندماج الصغيرة الحجم التي تأخذ بشكل أساسي تلك البلازما المضغوطة وتوجه القليل منها خارج الجهاز، تعني إمكانية تطبيقها على كل شيء، بدءاً من سفن الطاقة والصواريخ وصولاً إلى الطائرات والناقلات والمركبات. لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك، لأننا لا نملك عدداً كافياً من العاملين والمهتمين في مجال الاندماج، وبحاجة لمزيد من المغناطيسات عالية التقنية جداً وطرق أخرى لحصر تلك البلازما. وهذا هو المكان الذي يحتاج فيه الاندماج إلى تطويره بالشكل الأمثل.
في غضون ذلك يدور الأمل حول التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة وتأمين الطلب المتزايد على الطاقة في العالم. سيتضح قريباً إذا كان الانتقال يحدث بالسرعة الكافية لتجنب تغير المناخ الكارثي. إن قصة الطاقة اليوم في الحقيقة موجة قصيرة من الابتكار إلى حد كبير، بدأت منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي ولم تصل بنا إلى حد بعيد من حيث وجود نظام طاقة نظيفة، ولكنها جعلتنا ندرك أن الفرص متاحة. وأنا بصفتي فيزيائياً أدرك أن هناك العديد من مجالات تخزين الطاقة الشمسية والطاقة التي نحتاج إلى العمل عليها. إنها قصة متعلقة بقوة الإرادة، وإذا لم نجد طرقاً للضغط على الجانب الاجتماعي والجانب السياسي فسنجعل الانتقال لطاقة نظيفة أمراً شبه مستحيل. تمنحني الوتيرة السريعة للتطورات الإيجابية بعض الأمل. إنه سباق مع الزمن، هذه التقنية موجودة هنا الآن وستمكننا من الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وهو ما علينا القيام به قريباً. الفوز في سباق الطاقة يعني فوز العالم بأسره وليس البشرية فقط. تعتمد الحياة كما نعرفها على انتقالنا السريع بعيداً عن الوقود الأحفوري ونحو تقنيات جديدة ونظيفة. وبما أن نسيج كوكبنا الأزرق يتغير أمام أعيننا، فإن المخاطر اليوم أعلى من أي وقت مضى.